السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل شابتر ستة في ماتلاب، وهو بيتكلم عن حاجة سهلة جدا اسمها السكريبت فايلز. ايه فكرة السكريبت فايلز؟ يعني احنا لما كنا في ماتلاب بنكتب اكواد، وعشان ننفذ الاكواد دي كل مرة بنكتب كود وندوس انتر فيتنفذ الكود، نكتب كود جديد ويتنفذ. يعني كنا بنقعد وقت كتير عشان نعمل برنامج معين، مثلا لحساب مساحة دايرة أو أي شيء، في حين إن ماتلاب وفر لنا فرصة جميلة جدا إنك تقدر تعمل أكواد كلها مع بعضها وتحطها في ملف وليكن تيكست مثلا، تمام، جوه البرنامج. ولما تعمل ملف ده سيف تحفظه، يعني ممكن تدوس ران فينفذ الأوامر اللي انت كتبتها كلها مرة واحدة، تمام، ينفذ كل الأوامر دي كلها مرة واحدة. طيب قبل ما نخش في الفكرة دي، يعني هو في الكتاب شارح قال لك إن المسار الافتراضي بتاع برنامج ماتلاب اللي هو current folder اللي هو بيبقى في السي مثلا، في أي ما يكون بقى، لو أنت عايز تغير المسار ده المفروض إنك كنت بتدوس على التلات نقط دي وتختار مسار جديد وليكن اي شيء مثلا ديسكتوب وتدوس اوكي وكده. ده هيتعمل مثلا في كل مره انت عايز تخش وتغير المسار، لكن انت عايز تعمل مسار افتراضي، يعني كل ما تيجي تفتح البرنامج المسار ده يبقى موجود جاهز جوه البرنامج، بدل ما هو يبقى في السي مثلا يبقى في فولدر تاني. كل اللي بتعمله هو انك بتدوس على البرنامج، يعني تخش على ماتلاب اهو، كليك يمين تختار بروبرتيز، تلاقي المسار الافتراضي اللي المسار الافتراضي اللي يبدأ فيه البرنامج هو start in ال command script. الفكرة اللي هي بتاعت creating and saving script file، كل عشان تعمل script file عموما بتعمل عن طريقتين، لأما بتدوس file تختار new أو new وكلمة script وتدوس enter او تدوس بالماوس، او انك تدوس كنترول ان، او انك تدوس على الصفحه الفاضيه دي اللي اسمها نيو سكريبت. في كل الحالات هيفتح لك المكان اللي هو عامل زي التكست كده، تكتب فيه الاكواد بتاعتك مره واحده وتتنفذ مره واحده. مثلا فاحنا قلنا لو عايزين نعمل برنامج ده مثلا نسجل ايه بقيمه معينه بقيمه معينه، السي مثلا ما ينفعش احط هنا سيمي كولون واقول له طلع لي خارج، تمام، لان هو هيسجل خارج قيمه جوه البرنامج، فانا بشيل سيمي كولون وبدوس انتر. طبعا ظاهر ان مفيش خارج طلع على الشاشه اللي هي الرئيسيه كوماند ويندو، لان ده برنامج انا هحفظه في مكان معين. ادوس سيف مثلا، ايوه، اللي تختار فين، اقول له ديسكتوب سيف كده، البرنامج ده اتسيف ومستعد ان هو يبدا التشغيل. عشان اشغله ممكن ادوس على رمز ران اهو CP12، فهو اوريدي انت لما عملت كده عمل برنامج كامل في وقت سريع. ايه فايدته؟ بيقول لك طبعا ان كل برنامج بتكتبه عباره كل سطر في البرنامج بيترقم، بيبقى 1 2 3 4، ولو في اي خطا بيظهر لك يقول لك ده في السطر كذا في مشكله. طيب البرنامج اللي انت بتسجله او اي برنامج انت عملته بيتسجل بصيغه معينه، يعني انت مثلا الموسيقى مثلا .mp3 MP4 كده مثلا، هنا برضو ماتلاب بيتسجل بقيمة البرامج اللي بتعملها ماتلاب .m. البرنامج اللي تسيبه هو بيتسيف تلقائي .m، او انت ممكن تقول .m زي مثلا لما بتعمل تكست وتقول save as .m. فايل مثلا save as، بص كده لو بصيت هتلاقي save as type ماتلاب files يعني هو .m، اللي هو دي الصيغة اللي بيسجل بيها ماتلاب، بحيث انك بتيجي تشغل برنامج يشغله صح. لاحظ انك كل مرة بتدخل انت قيمة، بتدخل قيمة ثابتة 3 4 5 6 7. لو انت تفتكر في لغة السي او البرمجة السي سي لانجوج، كنا بنعمل كود معين، الكود ده كان عبارة عن الاتي، كنا بنقول print f مثلا طلع على الشاشة، وكنا بنفتح قوسين وكوتيشن، اتنين كوتيشن كوتيشن واحدة بالشكل ده، ونقول له print f مثلا طلع لي على الشاشة مثلا enter your value، وكنا بنستخدم scan f
علشان نطلع القيم، يعني اي حاجه تظهر على الشاشه، بحيث ان المستخدم لما يشوف رساله على الشاشه تقول له ادخل قيمه من الكيبورد، ادخل قيمه من الكيبورد للبرنامج اللي انت عايز تدخله. فاذا القيمه اللي دخلها المستخدم قيمه مش ثابته بقى، دي بقت متغيره، يعني بدل ما اقول ايه بتساوي 3 دي بقت قيمه ثابته، لكن انا قلت ايه مثلا انبوت كده المستخدم هو اللي هيحط قيمه ايه. ماشي، فدي بالنسبه للام. اوكي، ونشوف هنعمل عليها برنامج ازاي. مثلا نقول ان الـ A بتساوي input، تمام، ونفتح القوسين ونقول طبعا كوتيشن واحدة بس، انت طبعا اللي بين الكوتيشن ده بيظهر على الشاشة فقط، اللي بيظهر على الشاشة فقط. مثلا وليكن input هو the value of A، وأحط سيمي كولوم، أقول B مثلا equal input okay the value of B، وأعمل برنامج مثلا إن ال area بتساوي A نص مثلا 5 من 10 في A في B، وأدوس إنتر. لاحظ البرنامج ما تنفذش هنا، فانت لما بتكتب البرنامج كله بتدوس سيف، بعد ما تدوس سيف تدوس رن، يقول لك input the value of A. عملت رن تاني، سطر جديد اهو، اكتب فيه القيم بتاعت 3 مثلا 2 ويطلع لي الاريا بتساوي كذا. في شويه كماند في ماتلاب، في قاعده اسمها display. display دي بتظهر اي حاجه بتحطها جواها. display simple to use provide limited control over the appearance of the output، يعني فيها شوية خصائص معينة في الخارج. if print if برضو بتعمل تظهر على الشاشة برضو شوية حاجات. ايه الفرق ما بينهم؟ display is used to display the contents of a variable without displaying the name of the variable. يقول لك display دي يعني بتعمل ايه؟ بتظهر محتوى المتغير من غير ما تظهر اسمه. It can also be used to display a text، ممكن تظهر مثلا اي حاجه تتكتب، تكست مثلا اي كلام. syntax of the command is display name of the variable or text as a string، يعني دي ممكن تظهر this text مثلا clear clc. دايما لما تيجي تشتغل في برنامج اعمل clear clc، ليه؟ عشان ما تعملش على قيم سابقه او برامج قبل كده فتيجي يظهرك اخطاء، اتعامل كله اكنه جديد، برنامج جديد. كده سجلت الايه ب3، هقول display اللي اختصار display وافتح quotation wall a، كده البرنامج ده هيظهر لي رقم 3. اوكي، فاما ادوس سيف واعمل run طلع لي على الشاشة رقم 3. ماليش الـ A ماليش الـ A بتساوي 3، طلع لي قيمة الـ 3 فقط. طيب ممكن أنا مثلا أطلع أي عبارة على الشاشة، أي عبارة على الشاشة، يبقى نعمل إيه؟ نمسح ده، ندوس clear clc clear command window، أقول مثلا أنا عايز أظهر عبارة hello world مثلا display. طالما عبارة لازم أو string لازم تتحط بين one quotation في لغة الماتلاب، أقول مثلا hello world، حط اللي أنت عايزه جوه مش تفرق، وأدوس enter وأدوس save وأدوس run، طلع لي على الشاشة أهو hello world، ودي كان أول برنامج خدناه في لغة السي. طب إيه بقى if print if؟ if print if command can be used to display text output and numerical data output on the screen. يعني if print if دي بتعرض text أو أرقام على شيء، بيعملها بنفس الفكرة يعني، بس بيقول if print if. if print if لو أنا عايز أطلع text زي display عادي مش مشكلة، هيعمل التكست، يعني مثلا دوس نمسح
كلير سي ال سي. قاعده برنت اف بتطلع يا اما تطلع لك عباره عن شاشه زي ديسبلاي، او يا اما تطلع لك قيمه مخزونه جوه متغير. انت سجلت مثلا ايه ب3 وعايز تطلع 3 دي على الشاشه، فبتعملها بالعباره الاتيه، تقول اف برنت اف تفتح براكتس 1 كوتيشن مش 2 في ماتلاب مثلا، وعايز اقول عايز اقول مثلا هالو خلاص في سطر جديد، ادوس سيف وادوس نيو او بلاي، قال لي هالو. ولو قلت ديسبلاي برضو هيعمل نفس الامر، بس ايه الاختلاف بقى؟ الاختلاف انك لو عملت الامر الاتي، لو قلت مثلا الايه بتساوي 3 وعايز تعرض على الشاشة ايه بتساوي 3، فبتقول الامر الاتي اللي هو الامر ده اللي هو اف اف برنت اف the solution of the problem whatever بقى. ناخد دي كوبي تاني، طبعا بتاخدها كوبي بيعملها كوتيشن مش صح، فانت تعدل على الكوتيشن اللي هو بيعمله البرنامج. تمام، بعد كده شكله صح، اللون البنفسجي ده يعني الشكل صح، لو احمر يبقى غلط. فبقول اف برنت اف the solution of the problem and اوكي. اشيل بقى دي، اقول مثلا ايه، اقول مثلا بيرسنت دي، اقول the value of a، واطلع بره الكوتيشن كده او الكومة A، يعني قيمة ال A طلعها لي من A، طلعها لي من A مش من B مش من أي متغير تاني، وأدوس سيف وأدوس ران، هيطلع لي the value of A is equal 3، the value of A طلع رقم 3 وقال لي 3 دي هي ال value of A، أوكي اللي هي دي. لو أنا شلت A دي شوف إيه اللي هيحصل، دوس ران قال لي غلط، في غلط حصل. ليه بقى؟ لان انا ما طلعتلوش، هيطلع الخارج فين؟ اوكي لازم تحط ايه هنا اللي هي بتعبر عن المتغير اللي جواه القيمه. هو انت قلت له هنا برسنت دي يعني بتقول ده في قيمه انتجر موجوده فين ما تعرفش، لما تقول كوما ايه يعني هي القيمه دي موجوده جوه ايه، هو يطلع لك القيمه اللي جوه ايه 3. طب لو 5 ودوس سيف هيطلع لك الخمسة، اوكي وهكذا. ده كده بالنسبة لديسبلاي و اف برنت اف، ودي امثلة بقى. ايه بقى دي؟ نوتيشن يوز، دي شوية اختصارات في ماتلاب فايدتها بتسهل عليك شوية عمليات. الاي كابيتال او سمول هو نفس الاستخدام. طيب هنا بقى الاي او الاي اكسبوننشال ده الاصية، يعني الاي هي بتمثل 10 اس، الاي بتمثل 10 اس بلس 001 دي يعني اس واحد، لو طب لو 002 يبقى اس 2 وهكذا. فيكس نو بوينت بيقول لك ان الاف دي بتمثل فلوت عدد كسري، يعني بتمثل الكسر 23 وكسر. يعني انت لو خدناها برضه في لغه السين، انك لو عندك رقم سجلته مثلا في الذاكره وليكن ال A بتساوي 33 بوينت مثلا 55، بوينت 55 ده يعني عدد ده فلوت مش انتجر، دي كده دي يعني غلط. لو طلعت على الشاشه دي تبقى غلط. يعني قلت برنت اف في لغه السي كنا بنقول برنت اف، ونقول مثلا بيرسنت اف تمام، ونقول مثلا كوما A، كده هينفذ الأمر ده هيطلع لي ال A ب 33 و 55. ليه؟ لأن أنا قلت برنت اف، وقلت عرفت إن ال A ده هو عبارة عن كسر، عدد كسري مش صحيح. طب لو حطيت مكان برسنت اف دي حطيتها دي، يبقى لازم تشيل الكسر ده، يبقى عدد صحيح. ده الفرق بين percent f و percent d.
فأمر لغة ال الماتلاب بتستخدم اف برنت اف، اللي هو الامر اللي احنا استخدمناه قبل كده، اف برنت اف هو ده. هتلاقي مديك مثال هنا اهو، قال لك الاكس مثلا بكذا، طلع لك بكسر، والواي بكذا. لو قلت مثلا الاكس عدد كسري فحطه هنا، الاكس بيساوي بيرسنت اف عشان ده عدد كسري. لاحظ ان الواي مش عدد كسري، يبقى عايزه عدد صحيح انتجر يعني. فاقول ان الواي بتساوي بيرسنت اي. بيرسنت اي في ماتلاب هي بيرسنت دي في لغة السي، هي نفس الفكرة يعني. فانت بتقول بدل ما تقول بيرسنت دي بتقول بيرسنت اي في ماتلاب، تمام. فدي فكرة بيرسنت اي وبيرسنت اف، وليه الدالة الأسية او اي كابيتال هي برضو الدالة الأسية. الجي بتختصر لأقرب رقم، انت مثلا لو حطيت مثلا 3.25 وقلت جي، هيقولك مثلا 3.3، دي معنى كلمة جي نوتيشن. وجي كابيتال برضو نفس الكلام. سلاش ان يعني بينزل سطر جديد. التي اللي هي هوريزونتال تاب، البي اللي هي باك سبيس. هنشوف دلوقتي هتلاقي في برنامج منفذ الكلام. باك سبيس يعني ايه؟ باك سبيس يعني انت لو عندك مثلا سطر يعني قلت مثلا A مثلا وسبت في مسافة، وقلت B، الباك سبيس ان هو يشيل المسافة دي، يشيلها خالص تبقى A B، يظهر على الشاشة A B. تمام. طورنا خلصنا الشابتر ان شاء الله. الفيديو الجاي، هو الفيديو ده طول شوية معلش، بس انا حبيت اعمله كله مرة واحدة علشان يبقى المعلومة واصلة، والشابتر كله تقريبا 10 بيجز يعني 10 صفحات. المرة الجاية إن شاء الله هنحل الإكسرسايز ونوريك الفكرة إزاي تستخدم اللي اتعلمناه في الشابتر ده في إن إحنا نحل الإكسرسايز مسائل يعني، وإزاي تفهم السؤال، وإزاي تحول الصيغة الكتابية بتاعة السؤال إلى صيغة رياضية أو بروجرامينج يعني للبرمجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.